وفي الأثناء أكد البرلمان العربي دعمه لمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وما تضمنه البيان الختامي للقمة، والذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية. وفي بيان له، شدد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي على حرص البرلمان على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني في كافة المحافل لاستعادة حقوقه المشروعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها المتواصلة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.